وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا وسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا وأقاربنا ومشايخنا وأساتذتنا وجيراننا وكل من سألنا الدعاء ومرضانا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمر الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 699 هجرية أو 99 أو 600، عشان نتكلم بطريقة حلوة يعني، لكن احنا تعودنا في اللغة المصريين العوام يبتدي بالرقم الكبير الأول 600، بقى طبعا يبتدي 600، يبتدي أنا بالتسعة، لكل مقام المقام، فالمصريين يحبوا يبدأوا بالرقم الكبير الأول، لك 699، لكن اللغة الفصيحة تبتدي الأول من اليمين كده، فهي التسعة الأول والتسعة وتسعين وستمائة هجرية، لكن على أي حال اللغتان صحيحتان رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وزواره وذريته في الدارين آمين. الوجه الرابع في حديث المسيء صلاته، كان بيعلل بالأمس ليه إحنا نقول الله أكبر، ليه ما بنقولش أي ذكر تاني؟ إحنا ممكن كنا ندخل الصلاة بأي ذكر تاني، لكن ليه النبي علمنا إننا ندخل الصلاة الله أكبر؟ كان ممكن نبتديها بسبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أو الله 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 كل حب، لكن شمعنا النبي قال الله أكبر بالذات صلى الله عليه وآله وسلم؟ فعلل أشياء كثيرة، من بينها إنك أنت يعني تعين قلبك على الحضور وتنخلع مما يشغلك عما سوى الله فهو أكبر من كل شيء، وإذ دي أول حاجة. فبيقول فيه تنبيه في الوجه الرابع على رفض ما كان يأخذ فيه الإنسان، يعني بما مشغول قبل الصلاة بحاجات، فكأنه ما بيقول الله أكبر كأنه ترك ما كان فيه، لأن الله أكبر مما هو فيه. فيه تنبيه على رفض ما كان يأخذ فيه قبل الصلاة، كما جاء في نداء الصبح للصلاة: الصلاة خير من النوم، وتملي واحد قبل الفجر ببناي، فكأنك تترك ما أنت فيه لأن الصلاة خير من النوم، لأن النوم مما تستطيبه النفوس، فأشعرنا بأن ما دعيت إليه ما دعيت إليه من الصلاة خير وأطيب مما هي فيه، يعني دعية النفس يعني إليه من الصلاة خير وأطيب مما هي فيه من النوم والدعاء والكسل والغطاء في البرد الشديد وغير ذلك، لأن النفس طبيعتها كسولة مش عايزة تعمل حاجة، فعايزة كل حاجة بالريموت كنترول، يقول لك أنا لسه هقوم، وبعد كده كمان مش بفكروا كمان يخلوه مش بالريموت كنترول ده، تركب حاجة كده بحيث أول ما يجي على بالك تلاقيها كمان، يعني حد في الآخر هتبص لها الإنسان عم يفلح بس ما بيتحركش، يجي بباله الأكل لا الأكل دخل، هيوصلونا لكده، لأن النفس طبيعتها، لأن الحضارة القائمة الآن الحضارة الغربية قائمة على تلبية رغبات النفس، فلسفتها كده، ما عندهاش فلسفة روحانية أصلا ولا فلسفة تربوية،
فهتوصلنا في الاخر انك انت حتى ما تخرجش من بيتك تقدر تعمل شغلك وانت على النت بالبيجامه. يعني حتى كمان يمكن يوصلك انك ما تلبس البيجامه. طب انا هلبسها ليه؟ ما انا هقلعها بعد شويه وانا يعني شغلانه بقى اقلع والبس. فهيوصل الانسان في الاخر الى حته خرقه لحمه مرميه على السرير ما تسويش حاجه. هي دي طبيعة النفس. النفس عايزة كده، عايزة ان كل حاجة تبقى طيلاها ما تبذلش مجهود. فالنفس طبيعتها كسولة. احنا مش معترضين على التقدم العلمي، لكن انا بقول لك فلسفة التقدم العلمي كله قائمة على تلبية رغبات النفس الكسولة. فهمت بقى ازاي؟ مش عايزة تجتهد ولا تمشي ولا تتحرك، مع ان الحركة اجدادنا يقول لك الحركة بركة، تقوي العضلات، تحسن الجهاز التنفسي، تقوي مفاصلك، تقوم تعينك على انك تبقى عبد قوي. فقوتك دي قد تنعكس في انك تعين الضعيف وتدافع عن دينك وتدافع عن وطنك وتدافع عن اهلك وتعمر الارض. فاهم؟ الارض تبقى احنا اصلا ايه؟ واستعمركم فيها. استعمركم فيها يعني ايه؟ يعني امركم ان تطلبوا عمارتها، والله لا يحب الفساد. فهمت؟ فالحضارة الغربية دي حضارة غريبة الشكل، لم تعرفها البشرية بهذه الصورة، اللي حتى غزت المسلمين في عقر دربهم، وأصبحنا أمة مستهلكة، أمة كسولة، أمة عايزة تاخد كل حاجة، لدرجة إن هو كمان مكسل حتى لسه حغرف يقوم يأكل سندوتش، ولسه حسخن يقوم يعمل له الميكروويف، يدوس على زرار يلف ليلة الاستوى. كل حاجة بقت كده لحد ما بيفكروا الآن ان يعملوا حتى الأكل نفسه أقراص. تعايز فرخة؟ تاخد قرص فرخة في لحظة كده. وانا لسه حامضغ. عارف انت التنبلة؟ تنبلة السلطان نكتة كنا بيقولوها لنا زمان واحنا في البداية في المدرسة. أقول لك تنبلة السلطان دي شوية عيال كده كسولة جدا، مش عايزة تعمل حاجة، عايزين يأكلوا بس ويناموا، يأكلوا ويناموا، مش عايزين يتحركوا من مكانهم، هم عايزين يوصلونا كده. المهم الناس اشتكت تنبلة السلطان لسلطان المدينة، قالوا له العالم متعبة، حاولنا نجيب لهم شغل مش عايزين يشتغلوا، يقوموا مش عايزين، لو حطينا حتى الأكل قدامهم يقول لك حد يناوله، مش عايزين حتى يقوموا يجيبوا حتى الأكل. فالسلطان حكم عليهم ان هم ايه؟ ياخدوهم على الجبل العالي اللي في المدينه ويرموهم من فوق يخلصوا البلد. كويس؟ الاعدام رميا من الجبل بدل رميا من الرصاص بالرصاص. فهم ماشيين عدوا على محل فول وطعميه زي اللي بيجيب لنا السحور بالليل ده. فبيقول للحراس انتوا واخدينهم فين؟ قالوا اصل دول عيال كسوله والسلطان امر اننا نرميهم من فوق الجبل. قالوا لا لا حطوهم في المخزن عندي، انا عندي عيش ناشف كتير بيتبقى من الزبائن، يقعدوا ياكلوا خلاص يسيبوه لحد ما يجي لهم اجل. فقام واحد منهم بص كده بيقول له عيش ناشف ومين اللي هيبل؟ قال له انتوا اللي هتبل. فقام الواد قال لي ايه للحارس؟ ارمي يا عم ارمي. يعني هيموت برضه مش عايز ايه يعمل حاجه. كسل كسل وحش. أمة النبي لها أمة نشاط، يبتدي يومها من قبل الفجر قيام ليل، كل الناس نايمة وإحنا قايمين ذاكرين. فأمة كده النبي رباها على النشاط. أم مش أمة أكل، النبي يأكل أكل المتعجل، وأمر أمته إنك أنت لا تأكل إلا إذا جوعت وإذا أكلت لا تشبع، وأمر أمته إنك ترضى بالموجود وما تطلبش المفقود، وانك تحترم الخبز. شفت قد ايه ربى امته بطريقه، وما يحبش التنويع في الاكل لانه يربي البطر، وترضى بالنعمه وان دقت، تجل النعمه وان دقت. تربيه نبويه. احنا جيل اتربينا على الحضاره الغربيه، حضاره البطر، لو عندك كل حاجه لسه عايز لا تشبع. فهمت؟ فاحنا ايه اسلوبنا غير اسلوب الحضارات التانية خالص. لكن للأسف لما سيطروا على بلادنا فكريا
والسيطرة الفكرية أخطر من السيطرة العسكرية، لأنها بتربي أجيال معوجة ما تعرفش تردها تاني. فسيطروا علينا فكريا وخلوا نظم حياتنا زي نظام حياتهم، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إننا هنمشي وراهم خطوة بخطوة. فهم؟ إحنا مثلا عندنا الصلاة خير من النوم، التاني يقول لك لا أنا لو ما نمتش كويس مش هعرف أنتج، مش هعرف أعمل شغلي. إحنا لا، إحنا عندنا الصلاة خير من النوم. هما ما يفهموش الكلمة دي، إحنا بنقولها في الأذان لكن هما مش فاهمينها، ما يفهموش حكاية إسباغ الوضوء على المكان. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هو إذا فرغ يشرب خمرة ويمشي مع البيت اللي مصاحبه. هي دي الحضارة الغربية قايمة على كده، يا بيشتغل يا إما في الحانة بيشرب خمرة وقاعد مع الساقطات. هي حياتهم كده، واللي عاش في أوروبا يعرف، واللي عاش في أمريكا يعرف، هي حياتهم كده، يا بيعمل يا إما مع الساقطات وفي الحانات بياكل ويشرب، عايشين زي الحيوانات. إحنا مش كده، إحنا أمة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أمة تانية، أمة تانية متربية تربية تانية خالص، تختلف تماما عن الأمم دي. إحنا ربنا خلانا بهذه الصورة علشان إن إحنا إيه، نبقى شهداء على الناس، وعشان نعلم الناس، مش نمشي ورا الجهلة، لا ده هم اللي يمشوا ورانا. لكن إزاي بقى نرجع تاني؟ لازم نرجع تاني نحيي بقى سنة النبي مرة أخرى في نفوسنا، نبقى أمة جد، أمة اجتهاد، أمة مساواة ومواساة. الناس كلهم كأسنان المشط مساواة. اللي قامت الثورات من أجلها، الثورات العربية قايمة ليه؟ عشان مساواة. كان في طائفة فوق القانون، والقانون ما يطولش إلا الضعيف، مش ده اللي حصل؟ إحنا عايزين نبقى متساوين أمام القانون، حتى رئيس الجمهورية يتحاكم عند مخالفتي بنفس القانون اللي بيحكمني وأنا مواطن عادي. مش إحنا ده اللي بنطالبه؟ ما بنطالبش إن حد يتظلم، لا أنا عايز أنا أتظلم ولا عايز حتى رئيس الجمهورية يتظلم. إحنا بس عايزين نبقى كلنا سواسية أمام القانون. مش هي دي أمة المساواة وأمة المواساة؟ الضعيف ما يضيعش فيه، والفقير ما يجوعش فيه، واليتيم تبقى كل رجال الأمة أباء لي، وكل نساء الأمة أمهات لي. فما عندناش طفل شوارع، ما عندناش نساء مسنات وأباء مسنين مرميين في الشوارع لأن ليهم أبناء عاقين بيرموهم. كل المظاهر اللي احنا شايفينها دلوقتي اطفال الشوارع وكده، عشان سبغنا حياتنا بالايه، بالاسلوب الغربي. لكن اسبغ انت حياتك بالاسلوب الاسلامي تلاقي كل المشاكل اللي احنا بنحكي فيها دي اختفت خلاص، لا وجود لها اصلا. فاحنا امه ايه؟ الصلاه خير من النوم. والتانيين امه ايه؟ النوم خير من الذكر، حيث انهم لا يعرفون الذكر، فهي امه غافله، كل ثقافتهم شهوات نفس فقط، لا يعرف من الإنسان إلا النفس. والنفس هي جسد ولها عين على الروح، تريد أن ترتقي وتريد أن تتدنى، لها العينتين. هناك لما أشبعوا النفس من حيث الجسد والحس زادت نسبة الانتحار، لأن عندهم جوع روحاني، جواه روحه جعانة، عنده كل حاجة لكن حاسس انه في شقاء. واحنا احيانا كثير تجد مسلمين ما عندوش الا القليل والفتات، لكن عنده بذكر الله غذى روحه بحيث تخلي القليل عنده كثير، وعشان كده انتشر الانتحار عندهم. وايضا انتشر الانتحار في وسط المسلمين بسبب ان البعد الروحاني في بلاد المسلمين قل عند طوائف كثيره من الناس. فين الناس الذاكرين؟ فين أهل القرآن؟ فين اللي كان يقف يصلي في الأسحار؟ فين المستغفرين بالأسحار؟ فين وفين وفين وفين؟ فإذا تغذت الروح بالذكر تحمل البدن الجوع والسهر والمجهود. ليه؟ لأن القوة الروحية أقوى من القوة الجسدية خالص. يعني الروح لو قويت تشيل الجسد ده، يبقى من أهل الخطوة. كان يقولوا زمان ده من أهل الخطوة، يعني يطلع من مسجد الأشراف هنا خط خطوة يلاقي نفسه بيطوف في الكعبة وتنه راجل. ليه؟ لأن اللي حمله روحه. الروح ما عندهاش مسافات على فكرة، الروح ما تعرفش مسافات، الجسد هو اللي يعرف المسافات بس، وعايز وسيلة مواصلات وعايز مش عارف إيه، الكوبة
لكن شوف انت اول ما بتنام تشوف نفسك في المنام رحت كل حته خلاص من غير ما تلبس حتى جزمه، صح ولا ولا تاخد تاشيره؟ يعني يقول لك انا شفت نفسي في امريكا، اتخذت التاشيره؟ خدت. فالروح مش محتاجه، ما عندهاش عوائق. فلو غلبت الروحانيه زالت العوائق، لكن لما يغلب النفس اللي هي الكثيفة زادت العوائق، حسيت انك مسجون في زنزانة، فمحتاج بقى كل حاجة، تفتقر لكل حاجة، عايز الركوبة الحلوة وعايز الأكلة الحلوة وعايز الست الحلوة وعايز البيت الواسع وعايز التكييف وعايز 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 ايه تاني؟ الشقة حلوة، كل العربية حلوة، يقول لك لا عايز شقة تانية في حتة تانية. بس انا زهقت من المكان ده، وانا كل يوم هفتح البلكونه، هو انت بتفتح يا مسكين؟ ده ممكن يتفتح لوحده. وبعدين تبص تلاقي الناس دلوقتي عنده شقه في كل نجع وشقه في كل ايه، كل ده ليه؟ المسلمين ما كانش كده، يبقى عنده شقه في الساحل الشمال، شقه في الساحل الجنوبي، شقه في الساحل الشرقي، شقه في الشقه مش عارف ايه، وعنده في كل مكان شقه وعزبه. طب وفين؟ طب وفين الفقير يا استاذ يا غني؟ ليه؟ لانه هو بيهرب في كل حته مش حاسس بالسعاده، فيقوم يقول لك اما اجرب اخد شقه في الحته الثانيه، يلاقي نفسه برضه مش حاسس بالسعاده، لان الضيق مش في المكان، الضيق في الصدر. مهما راح اي حته هو رايح بزنزانته جواه. طب اخرج من زنزانتك بقى لذكر الله، وانطلق كده وتيقظ، وجرب كده، فإذا فرغت فارغب، فانصب وإلى ربك فارغب. عارف يعني فانصب؟ يعني اتعب في ذكر الله. احنا بنتعب في العمل للدنيا، لكن نتعب في ذكر الله؟ ده لو الإمام طول شوية نتخانق معاه، واحنا ناقصين مش كفاية شغالين طول النهار الصبح، جاي كمان انت. وربنا يقول قوموا لله قانتين، يعني مطيل القيام، زي ما بتتعب في الدنيا يتعب كده في العباده. فانصب، عارف فانصب جاي من الجهد، يعني اتعب. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. فهمت؟ ادي امه النبي مختلفه تماما عن سائر الامم، امه ذاكره متيقظه عابده مجتهده قلبها كله رحمه لسائر الاكوان. الرحمون ارحمهم الرحمن، ارحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء، لدرجه امه النبي تعتقد انها لو سقت كلب عطشان تدخل الجنه، مع ان الكلب عند المسلمين اغلبهم يقول لك ده نجس، لكن حتى سقي الحيوان النجس ده يدخلوه الجنه. عارف كده كويس، شوف قد ايه. فامه محترمه، امه ثانيه، عايزين نرجع لها تاني، لان احنا منها بالنسبه لكن مش بايه، بالسلوك ولا بالتحقق. احنا ملناش في الاسلام الا النسبة، عايزين بقى نخش شوية بقى ونحس اننا بقى تحققنا بالاسلام، نقوم نزوق حلاوة الايمان. احنا عندنا ايمان لكن ما زوقناش حلاوته، فالايمان اللي عندنا ايمان بلا حلاوة. عايز الايمان بالحلاوة؟ بقى عيش حياة النبي. نبتدي بالاكل، بطل التلوين في الطعام الاول، اعمل لك يوم في الاسبوع تاكل كسرات الخبز اللي باقيه طول الاسبوع، وحاف يوم في الاسبوع بقايا الاكل، مش هنطبخ يوم في الاسبوع، وتفتح التلاجه ان كان عندك تلاجه، وما تفتحش التلاجه افتح ايه العيش اللي عندك، شوف فتافيت العيش اللي متبقيه طول الاسبوع طلعها كده وكلها، وجرب تغمسها بخل عشان تعيش حياة النبي. احنا هم عايزين نربي نفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نعم الإدام الخل. لكن انت لو كلت كل يوم نفس الاكل ولو كان افخم اكل تزهق، وكل يوم حناكل الاكل ده، زي الارنب الغضبان، كان مقرر علينا واحنا في ابتدائي درس في القراءة، واحنا في تانية ابتدائي، عارفينه الارنب الغضبان؟ أو احنا بالظبط الارنب الغضبان، كل يوم خص وجزر، كل يوم فته وفول، كل يوم فته وفول. يا ارنب يا غضبان اتقي الله في نفسك. فاي واحد هيتبطل
على الطعام اللي قدامه هو ده الأرنب الغضبان. فعايز تبقى أرنب هتطول ودانك وهتمشي في الشارع مسخة، فهمت بقى ازاي؟ ولا عايز تبقى انسان محترم خلف هذا النبي الكريم الذي كان لا يوقد في بيته نار الشهر والشهران، وبالرغم من ذلك كان اكثر الناس حمدا لله. كان يخرج من بيته اللي هو قاسم والله معطي، ده ربنا اداله مفاتيح خزائن الارض. هو النبي كان بيعمل كده من القلة؟ لا مش من القلة، ده كان اكتر الناس جودا وكرما وعطاء. فاذا اعطى اغنى، اغنى للعمر كله، انت بتعطيه تغنيه وجبة واحدة، يا بخيل. النبي كان يعطيه يغنيه العمر كله هو وذريته. فكان النبي اكثر الناس تصدقا على الخلق، وكان لا يدخر شيء. والنبي ده اللي هو اغنى الخلق بالله يدخل بيوته التسع بعد صلاة الصبح يسأل على طعام فلا يجد طعام، ينوي الصيام صلى الله عليه وسلم. شفت ان احنا بقى ايه؟ أمة المسلمين، الأمة القانعة بقت أمة بطر، أمة المسلمين الأمة الشاكرة بقت أمة ناكرة للجميع، أمة المسلمين الأمة الراضية برزقها والقانعة به الحريصة على الحلال بقت أمة النهم وأمة الحرص على جمع المال من الحلال ومن الحرام ومن أي حتة. يبقى هذه الأمة اللي تحولت هذا التحول يبقى حقيق بها أن ربنا يحكم فيها أعدائها، لدرجة يمدوا إيديهم في وسط ثرواتهم، حاطين إيدهم في جيوبنا. يعني تيجي تحط إيدك في جيبك عشان تطلع فلوس تلاقي إيد أمريكانية واخدة الفلوس. تصور ده الواقع، حاطين ايديهم في خزائن بلادنا. تيجي تمد ايدك في خزانة البلد عشان تنفق على الفقراء ما تلاقيش، لانه الايه الامريكان والاوروبيين واليهود شفتنها اول باول. طب ولا ربنا حكمهم فينا؟ حكمهم فينا بيقدمنا علشان احنا ما بقيناش امة على الوجه الاكمل، فلازم نعود تاني. امة الصلاة خير من النوم، فاذا فرغت فرغت، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. أمة التي تجل النعمة وإن تغتك، أمة الأمة اللي تقبل عذر المعتذر، أمة الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أمة التي ترضى بقدر الله وتقنع بعطائه ولا تنظر لما في أيدي الناس، هي هي الأمة. أمة ذاكرة، أمة حامدة، أمة راضية، أمة مجاهدة، مش أمة الريموت كنترول والكيبورد طول النهار قاعد كده ومتأثر على الكيبورد عشان يدخل على النت ويدخل على الموقع الفلاني الفلان. كل حاجة اون تاتش، هي دي أمة اون تاتش. ما يصحش كده بقى يا أمة، يا أمة فوقي. وبعدين أقول لك نعمل الدستور، والله لا مشكلة الدستور ولا مشكلة، المشكلة في الإنسان. الإنسان نفسه لو انصلح انصلح به كل شيء. فالأكوان هي مرآتك، لو أنت كويس هتشوف الأكوان كلها منتظمة، لو أنت وحش هتشوف الأكوان كلها وحشة، لأن هي مرآتك وأنت مرآتك. فإذا شفت الأشياء مضطربة فاعلم أنك أنت المضطرب، وإذا رأيت الأشياء منتظمة فاعلم أنك أنت المنتظم. والمرء مرآة أخيه، هذه معنى كلام الله أكبر. عرفت بقى الله أكبر دي وراها حاجات كتيرة قوي. الأمم التانية ما تعرفش الله أكبر دي، النفس أكبر، الشهوة أكبر، الرغبة أكبر، جمع حطام الدنيا أكبر. لكن إحنا لا، إحنا أمة الله أكبر. فده شعار كبير، شعارنا في الأذان، وشعارنا في الدخول في الصلاة، وشعارنا في مواجهة الحياة ومواجهة المصاعب. فالله أكبر. أمة ما تعرفش الصعب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أمة بتتواجه الأكوان بالله، ومن واجه الأكوان بالله لا يغلبه شيء، ومن واجه الأشياء بنفسه غلبه كل شيء. فأدي معنى يا سيدي الله أكبر. فإنه يقول لك بضمن الحكمة ما كنت فيه أو ما أنت فيه من خير أو ضده أو عبادة من العبادات أو نوع من أنواع المباحات، الله أكبر، أي ما دعاك الله إليه أكبر مما أنت فيه.
فاضرب عنه، يعني حتى لو كنت في عبادة نافلة ربنا بقى بيدعوك لإيه؟ للعبادة الأعلى. تعال بقى سيب بقى اللي في إيدك دي، لأن في أعلى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تستبدل الفرض بالنافلة، وتستبدل النافلة بالمباح، وتستبدل المباح بالمكروه، وتستبدل المكروه بالحرام. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أمة تعرف الأولويات، مش أمة كل حاجة عندها زي بعضها، لا، دي أمة عندها أحكام وضوابط وفهمة، أمة على بصيرة. والأدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فاضرب عنه واقبل على مولاك تجده خيرا لك في الحال والمآل. ولذلك قال عز وجل في حقها: وإنها اللي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. فنسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. فإنه من ليس من الخاشعين إذا جاءت الصلاة كانت قاطعة له عما كان بسبيله، وهذا على النفوس من أكبر الأشياء. يوه ده في ناس مش قادرة تقاوم ماتش الكورة عشان يوم يصلي، لا مش قادر يقاوم المسلسل عشان يوم يصلي، ولا حتى قادر يقاوم الجزيرة مباشر عشان يوم يصلي. حصل لي كمان شوية، يعني أنا مش هعرف أخبار المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، يعني قاعد كمان بيضيع الصلاة عشان يبقى من المسلمين. حاجة غريبة، شفت الفلسفة الغريبة واللخبطة. فما ينفعش يا أستاذ، يا أستاذ أمة بتقعد تقرأ الجورنال أكتر ما بتقرأ القرآن. ده في ناس يقرأ الجورنال كل يوم، يقعد في قراءة الجورنال ده ساعتين وثلاثة في اليوم على فترات متقطعة، الصبح نص ساعة والظهر شوية، بحيث ما تفوتوش مقال. طيب اديت قرآن قد ايه بقى انت يا بتاع الجورنال؟ يعني بقينا نقرأ الجورنال اكتر ما بنقرأ القرآن. دي هي دي الأمة المسلمة الحلوة اللي عايزة بقى يتقود الأمم. فلازم نعرف أولويات العبادات، فما يشغلنيش حسن عن أحسن، ولا نافلة عن فريضة، ولا مباح عن نافلة. أم عارفة الأولويات، عارفة تعمل إيه إمتى وإزاي، هي دي الأمة. أمة عالمة وعارف، مش يقول لك الأصل الخشوع ولا يخشع إلا العالم، لأن الخشوع هي ثمرة العلم. العلم لما يتمكن من القلب العلم النافع وهو الفهم الصحيح للدين وليس المعلومات والثقافة. العلم النافع ثمرته إيه؟ الخشوع. ربنا يقول إنما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء، مش كده برضو؟ يبقى العلم يثمر إيه؟ يثمر الخشية، والخشية تثمر الله أكبر. الله أكبر بقى من كل شيء. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، تثمر فإنما تولوا فثم وجه الله، تثمر أنه لا يلهيك شيء عن ذكر الله ولا عن طاعة الله. هذه الخشية، فالخشية هي ثمرة العلوم كلها. وأما الخاشعون فإنه ينتظرونها انتظار فرح بها، وهي أخف الأشياء عليهم وأحبها إليهم. سيدنا محمد كان يقول لسيدنا بلال إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، لأنه هو إمام الخاشعين صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى بنقول إيه للإمام؟ أرحنا منها يا إمام، بسرعة كده مش فاضيين. وراك ايه يا استاذ؟ مش فاكر، لكن هي كلمه حافظها وخلاص. هو مش فاضي، يعني في ناس حتى في السواقه تلاقيه متسرع يعمل حادثه يخبط واحد. طب مستعجل ليه في السواقه وخبطتني ليه؟ انت عندك ميعاد ضروري يعني؟ يقول لك لا ده انا نازل اتمشى كده. فاصبح سلوك، اصبح التسرع سلوك، ان باستمرار حاسس ان وراك حاجه بقت سلوك، سلوك غلط. لدرجة احنا في الحج نبقى بنحج كل الناس واخدة اجازة، ما انت جاي تحج بقى، ومش هيقدر يسيب الحج الا
ثالث يوم العيد عشان يرمي الجمرات، يعني هو عارف انه قاعد. ولو السواق بس بتاع الاوتوبيس اتاخر شويه ينزل يتخانق معاه وحده، طب وراك ايه يعني؟ ما انت جاي قاعد مستعجل على ايه؟ ما احنا جايين قاعدين، لو ورانا شغل واخدين اجازات وجايين عايزين نحج، يقعدوا يتخانقوا علشان اتوبيس عطل وعلشان فلان واقف قدامه ومضايقه وعلشان مش عارف ايه. بقى اصبح سلوك التسرع سلوك. لا بقى، احكم نفسك وراقب نفسك. خصلتان يحبهما الله والرسول، الحلم والاناء. الحلم والاناء من خصال النبوه. الانبياء تلاقيهم كلهم عندهم حلم واناء، فيش استعجال. عارف ليه ما فيش استعجال؟ لانه عارف ان قدر الله نافذ. مستعجل ليه يا سيدي؟ ده حتى في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم النداء فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. حتى في الصلاة، لا ده احنا في الصلاة بقى نتلكى. لكن اول ما يقولك بيوزعوا لحمة في الجمعية، يا ده احنا نبات قدام الجمعية قبل ما تفتح عشان نعمل طوابير. فبقت أمة استهلاك، أمة مستهلكة. وهي أخف الأشياء عليهم وأحبها إليهم لما يجدون فيها من النعيم والقرب والخلو بالمحبوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعلها وراثة نبوية محمدية، قرة عيننا في الصلاة يا رب العالمين ببركة حبيبك المصطفى. اجعل ذلك لنا وفينا وفي ذريتنا وأحبابنا وسائر أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ردنا إليك وإلى شريعتك وحسن أخلاق نبيك ردا جميلا. وقد نقل عن بعض الرجال أنه قال: تعبت بالصلاة 20 سنة. يقاوم نفسه كل ما يقوم يصلي، يقوم يقول لك إيه؟ الفاتحة. قال له واحد الرسول، وبعدين يقول لا أنت حافظ قرآن، تركعش قبل ما تجيب ربع. يحبس نفسه، وبعد شوية تقي شوية ما تركعش قبل ما تجيب ربعين، بيكاهن نفسه. يعني الواحد ساعات يبقى هو مخلص شغل ويصلي السنه بسرعه، هو من اهل القران، طب صلي السنه وراك ايه؟ هتنام؟ يقول لك لا. جعان عايز تاكل؟ لا. وراك حد منتظرك؟ يقول لك لا. طب ليه بتصلي بسرعه؟ انت من اهل القران يا ابني، ما تصلي براحتك كده، اقرا شويه القران. سلوك مستعجل وراك ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه. عشان كده بيقول تعبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يصلي بالقرآن بتاعه لا يوم يقعد يعصر مخه ويجي تاني جديد يسترجع، وبعدين يخلص صلاة يفتح المصحف يصلح حاجات اللي فاتته. كل صلاة كده مجهود عليه. 20 سنة بقى من أهل بقى المتانة، متقن بقى، فبقى خلاص يخش كده يتنعم بالصلاة، يخش يتنعم، يفتح مش عايز يقول الله أكبر يركع. ليه بقى متنعم؟ فاهم؟ في الأول تتعب، ما يجراش حاجة تتعب. ما أنت بتتعب للدنيا علشان تاخد حتى دورة ICDL. واخد بالك؟ شوف بتتعب قد إيه، وتروح وعينك تتعب من السكرين ومش عارف إيه، وقاعد طول النهار تدقدق على الكيبورد. كل ده ليه؟ أصل دي شهادة مهمة في الترقية. طب والترقية يعني هيزودوا لك المرتب كام؟ 20 جنيه. ياخد نفس الاول لانه هيقول حاجه كبيره. يا سيدي حتى لو 2000 جنيه ما يجراش حاجه، خدها. انا بقول لك يعني، بس زي ما بتتعب لدي اتعب برضه في الحاجات التانيه الحلوه. زي ما بتعمل لدنياك اعمل لاخرتك، يعني ما بتحرمش نفسك. وما ذاك الا لما لم يحصل، الا لما لم يحصل لو مقام الخاشعين تعب، فلما ذاق طعم الخشوع جاءه ذلك النعيم والخير التام. وأما الحكمة في الفصل به بين أركان الصلاة اللي هي الله أكبر، فإنه إما تحقيق لرجاء أو تحقيق لخوف أو تحقيق لوعد أو وعيد أو لنفي إعجاب أو وسوسة. مثال الرجاء أن يكون قد ابتهل في الركن الذي كان فيه من الصلاة بدعاء فيما يرجو به خيرا، فجاء بعده الله أكبر بشرى لبلوغ ما أمله من فضله عز وجل في إجابة دعائه، أو خوفه
إن كان في دعائه خائفا من شيء فجاء بعده الله أكبر، أي هو أولى بالخوف مما تخاف. فإذا خفته فلا تخف غيره، أو كان قد قرأ آية وعد أو وعيد فجاء بعده الله أكبر لتحقيق لمقتضى ما قرأ، أو نفي إعجاب إن وقع للنفس أنه قد وفت ما عليها وأن لها بذلك حقا على الربوبية. ممكن برضه هو يفتكر نفسه وهو في الصلاة يعجب بنفسه، يا سلام من قريت جزء ما قريتش ولا غلطة، إيه الحلاوة دي، إيه الحلاوة دي يا نفسي، واحد بقى معجب بنفسه جواه يعني. بس النفس لو لم تجد أحد يمدحها تقعد تمدح نفسها، طبيعتها كده خسيسة، يوم إيه تقعد نفسه تمدحه تمدح نفسها، يوم يجي بعدها الله أكبر يعني أكبر من نفسي، إخساء يا نفسي، إخساء يا نفسي، وارجعي لحجمك يا نفسي، وما توفيقي إلا بالله يا نفسي، ده كله من الله وليس منك أيها النفس الخسيسة. شفت الله أكبر تذكروا بكلتم تنفي عنه إعجابه حتى ولو بعبادتهم، واضح؟ وأن لها بذلك حقا على الربوبية واجبا، فجاء بعده والله أكبر أي حق الله أكبر كما جاء، ولا ذكر الله أكبر معناه ذكره لك في الأزل أن جعلك من الذاكرين له أكبر من ذكرك أنت الآن له. هو لولا ربنا ذكرنا وإحنا في عالم الأرواح وقبل عالم الأرواح كنا نيجي مسلمين أصلا، ولا كنا نقعد قعدة زي دي، ولا كنا صلينا صلاة زي دي، ولا كنا حفظنا القرآن ده، ولا كنا عرفنا حتى سيدنا محمد وحبيناه. فده كل ده من ذكر الله لنا قبل أن نذكره، فذكر الله لنا قبل ذكرنا له أكبر من ذكرنا له أصلا، بل هو ثمرة ذكر الله، وفي الحقيقة هو الذي ذكر نفسه على لسانه وانت ما ذكرتش حاجة، لأن في الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الخامس فيه دليل على أن الأدب إذا دخل المسجد أن تقدم الصلاة وبعدها يكون السلام على الغير، يؤخذ ذلك، طبعا الموضوع ده فيه تفصيل، يؤخذ ذلك من قوله دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، فإقراره عليه السلام له على ذلك حكم به، وذلك في الأحاديث إذا استقرأت كثير. اختلف هل الأفضل لما تدخل المسجد وفي ناس تبدأ بتحية المسجد ثم تسلم على الناس، ولا تسلم على الناس ثم تصلي تحية المسجد؟ لا خلاف أنه يجوز الاثنين، السورتين تجوز، لا خلاف، الخلاف في الأفضل، واضح؟ يعني ممكن لما أدخل المسجد وفي ناس يجوز إن أنا أصلي الأول وبعدين أسلم على الناس تحية المسجد الأول، ويجوز إن أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبعدين أقف أصلي تحية المسجد، السورتين دول صح. الخلاف بالعلماء أيهما أفضل، أيهما أفضل؟ بعض العلماء قال لك إن كان هناك ناس ووقع نظرك عليهم ونظرهم عليك وكنت قريبا فقدم حق الناس لأن الله معك في كل حال، واضح؟ لأن هذه نوع من الوحشة يشعر بها الإنسان، إن تقع عينك عليه ثم تؤخر السلام عليه يستوحش، فيبقى الأفضل إنك أنت إذا وقعت عينك عليه وعينه عليك أن تقدم السلام، لأن ده وقت حق السلام لي، واضح؟ طيب إذا كنت أنت دخلت المسجد متسع والناس قاعدين بعيد وأنت في الحتة دي، يبقى صلي تحية المسجد بقى الأول وبعدين ما تخش عليهم بقى سلم، مش شرط بقى أنك أنت يعني تيجي في المكان ده السلام عليكم تعملها بقى، لا، أولا لو وقع عينك عليهم أو لو يقع عينهم عليك والصوت لا يصل إليه، واضح؟ طب افرض هم شافوك من بعيد وانت في المسجد، سلم عليهم بالإشارة ثم صلي تحية المسجد، حتى لا ترفع صوتك في المسجد بلا ضرورة، لأن اللي يرفع صوته في المسجد مين؟ العالم عند العظة، والإمام عند الصلاة، والمؤذن للأذان، هم دول اللي يرفع صوتهم بس، أي واحد تاني يرفع صوته لغير هذه العلة في المسجد قلة أدب، قلة أدب شرعي يعني من ناحية الشرعية، لم يراعي أدب المساجد، واخد بالك؟
فلازم الواحد ياخد باله من مثل هذه الأشياء. يبقى لو ناس شافوك من بعيد في مسجد متسع وانت عينك وقعت عليهم وهم وقعت عينك عليهم وانت لسه داخل ومش ناوي توصل لهم، يبقى سلم بالإشارة وانشغل بتحية المسجد حتى لا تكسر خاطرهم ولا ترفع صوتك. يعني تقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، صوتك خفيف والإشارة توصل الصوت، واضح؟ يعني تسلم بصوت خفيف والإشارة كأنها الميكروفون وصلت السلام هناك. فدي الأداب. الوجه السادس، فيه دليل على حرمة العبادة وأنه لا يكلم من هو فيها. الأدب أنك ما تكلمش واحد وهو بيصلي، الأدب كويس، لأن النبي كان ممكن أثناء الصلاة الراجل المسيء صلاته يقول له أنت بتعمل إيه؟ دي بالصلاة دي؟ مش كان ممكن يقول له كده؟ فالنبي سابه. دي أول حاجة. وأنه لا يكلم من هو فيها ولا يعلم كمان، وإن أفسدها. يؤخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يصلي وهو لا يحسن صلاته لم يقل له شيئا حتى فرغ، وأتى إليه فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي، والصلاة التي صلى إن كانت فريضة يترتب على ذلك من الفقه أنه إذا نقص من توفية أركان الصلاة شيء لم تجز، وإن كانت نافلة يترتب عليه من الفقه أنه من دخل في نافلة وعجزه منها شيء أو أفسدها باختياري أنه يأتي ببدلها. على الوجوب عند مين؟ الملكية. وعلى الاستحباب عند الشافعية. يعني لو بدأت في نافلة ولم تكملها هل يجب عليك أن تفعلها مرة أخرى؟ يجب عليك إعادتها، واخد بالك؟ زي واحد شرع في صيام يوم نافلة تطوع وبعدين تعب في أسناده وكده فضل، هل يجب عليه أن يأتي بيوم بدله؟ الملكية يقول لك يجب عليه أن يأتي بيوم. الشافعي يقول لك يستحب أن يأتي بيوم ولا يجب، لأن المتطوع أمير نفسه، واضح؟ يبقى يأتي ببدله على الاستحباب عند الشافعي، ويأتي ببدله على الوجوب عند الملكية ومن وافقهم. طب اللي قالوا أوجبوا قالوا إيه؟ ولا تبطلوا عملكم. والنافلة دي عمل، وربنا نهانا اننا نبطل العمل، معناه حافظ على عملك، فإن لم توفيه فعوض وفيه. كأن المتنفل إذا شرع في النافلة هل يجب عليه الإتمام ولا يستحب له الإتمام؟ كل دي مسائل تفريعات. من أوجب الإعادة أوجب الإتمام، ومن استحب الإعادة استحب الإتمام، واضح؟ أنه من دخل في نافلة وعجزه منها شيء أو أفسدها باختياري أنه يأتي ببدلها، تكتب فيها وجوبا عند المالكية استحبابا عند الشافعي، كويس؟ والحجة في ذلك لمالك رحمه الله تعالى، أبو جمرة مالكي طبعا، حلو كويس. احنا نحب برضو الناس اللي هو يبقى مقتنع بمذهب، دي جميلة برضو، راجل عالم وفكره يميل لإيه؟ لمأخذ الإمام مالك في المسألة، لطيف ما يجرش حاجة. الذي يقول إن النافلة تجبر كما يجبر الفرد، ومن دخل فيها وجب عليه إتمامها لأنه قال فصلي، وليس في الحديث ما يدل على أنها فرض، فالأظهر أنها كانت تحية مسجد، كونوا أمروا بالإعادة 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 وهي تحية مسجد، واخد بالك؟ الشافعية فهموا أنه أمروا بالإعادة اختبارا له وتعليما له، ولم يأمروا على سبيل الوجوب. الملكية فهموا أنه بيأمروا والأمر الوجوب، فهمت إزاي؟ وجهات نظر للفقهاء. الوجه السابع، فيه دليل على أن تكرار العمل بغير تمام لا يعد شيئا. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني كل صلاة عملها فاسدة ما تحسبش حاجة دي. الوجه الثامن، فيه دليل لمن يقول أن العالم لا يتعين عليه أن يعلم حتى يسأل. أصل أنت لو علمت الرافض واللي مش راغب يبقى تتعلم في المتبلم يصبح ناس، مش المصريين يقولوا كده؟
تعلم في المتدلم يصبح ناس، لكن اللي جاي مقبل وعايز يتعلم اقل كلمه خلاص يستفيد بيها طول عمره. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما علموش اول مره ولا تاني مره، الراجل ثالث مره قال والله لا احسن غيره والذي بعثك بالحق نبيا فعلمني. بقى طالب بقى العلم، بقى نفسه مؤهله انه يتلقى العلم بقى. يبقى لازم العالم يلقي العلم على الراغب. طب وغير الراغب ايه واجب العالم؟ يرغبه في فضيله العلم، يقعد الاول يفهمه ان الفرق بين العالم والجاهل كالفرق بين الحي والميت، ويكلمه في فضائل العلم. لدرجه ائمه كتير الفوا في فضائل العلم، فضل العلم وطلب العلم، مش في العلم ذاته، لا ده في فضل العلم، عشان يحث المتبلمين والمتبرمين والمتكاسرين على ان هم تركوا امر عظيم. يقوموا يندموا، ولما يندموا يتيقظوا، ولما يتيقظوا يطلبوا، وما يطلبوا يتعلموا، وما يتعلموا يعبدوا، ولما يعبدوا يتقوا، ولما يتقوا يخشعوا، ولما يخشعوا يدخلوا الجنة. هي الحكاية كلها مراحل. الوجه التاسع يؤخذ منه أنه لا يحكم بشيء محتمل حتى يبحث على حقيقته. يؤخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقد عليه ولم يعبه، وما قال له إلا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. محتمل انه استعجل في الصلاه علشان عايز يسال النبي في حاجه او يقعد جنب النبي قبل ما يمشي، مش محتمل؟ وان هو بيعرف الصلاه فعلا بس هو استعجل شويه عشان ايه؟ خايف لحسن النبي يمشي. هو محتمل انه بيعمل كده عشان جاهل، فالنبي ما علموش لانه اذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال، لحد ما قال له ان انا ما اعرفش الا كده يا رسول الله، هي دي صلاتي، فسقطت كل الاحتمالات وبقي الجهل بس فعلمه. شفت بقى ان الفقهاء لما يقول لك اذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، كل ده فهموه منين؟ من تصرفات النبي مع امته صلى الله عليه وسلم وفي تبليغ شرعه. في عيال تيجي تقول لهم الكلام ده يقول لك جبته منين القاعده دي؟ والنبي قالها. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل اشياء بالعمل تقعد منها قواعد يمكن اقوى من الاقوال. عايز أهل بصير. وما قال له إلا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن قلة توفية للصلاة احتمل أن يكون ذهوله لشغل بال أو لجهل كما ذكره عن نفسه. فلما وقع الاحتمال لم يزد عليه الصلاة والسلام على الإخبار بعدم الإجزاء شيئا. الوجه العاشر فيه دليل على جواز النظر للمتعبد إلا أن يكون مواجها له. ممكن تشوف واحد بيصلي كده بس ما تبقاش واقف في القبلة بتبص له عينك في عينه، يعني بتشغل فاهم، لكن ايه انت قاعد جنب كده تبص يعني في المحو من بعيد ما يجراش حاجة. والنبي لمحه وبص له وبيصلي، بيصلي ازاي ده؟ لكن ما كانش قاعد مواجها له. فيه دليل على جواز النظر للمتعبد إلا أن يكون مواجها له فلا ينظر إليه، لأنه إذا نظر إليه وهو مواجه له شوش عليه ذكره، شوش عليه، ذكره العلماء. وليدر وجاو عنه. يؤخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلا أنه نظر إليه طول مقامه يصلي، ولولا ذلك ما علم حاله. ويترتب على ذلك من الفقه أن لكل راع أن يتفقد من تحت رعايته في أمر دينهم، هل يفون أم لا فإنه مسؤول عنهم. يعني الراجل يشوف مراته بتصلي إزاي يتابعها، يكون بتصلي غلط مرة كده يخش عليه وتتوضى، تتوضى غلط، يراعي أولاده برضه، يشوفهم وهم بيصلوا بيتوضوا إزاي، بيغتسلوا إزاي، يسألوا يا ابني أنت بتغتسل إزاي، ومش شرط يخش معه في الحمام، يعلمه فقه الغسل بتاع المسلمين ومتى يجب الغسل. يجب الغسل بس يجب الغسل بخروج المني، ويجب الغسل بالاحتلام، ويجب الغسل بالإيلاج، ويجب الغسل للمرأة عند انقطاع الحيض وعند انقطاع النفاس، ويجب الغسل ايضا للميت اذا مات. يبقى موجبات الغسل سته: خروج المني، العلاج مش كده برضه، والموت، والثلاثه الباقيين خاصه بالنساء: الحيض والنفاس والولاده. يبقى معلم ولاده، معلم مراته، معلم الدنيا دي كلها، لان كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته.
هو النبي هو بيتفقد أحوال أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى عمالي إن أهم أموركم عندي الصلاة. الوجه 11 يؤخذ منه جواز السلام بعد الصلاة وإن كنت قد سلمت قبلها، ويؤخذ ذلك من أنه كلما جاء من تلك الصلاة التي رد النبي صلى الله عليه وسلم إليها إليها أعاد السلام عليه صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما بيخلص الصلاة يرجع يسلم على النبي، ويرجع يصلي تاني يرجع يسلم على النبي، مش يكتفي بالسلام الأول. واضح؟ وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام دل على الجواز، وهنا إشارة من طريقة أهل التحقيق في المعاملات، لأن الدخول في الصلاة خروج من هذا العالم إلى العالم العلوي بسره، فلما سلم من الصلاة فهو رجوع إلى هذا العالم، فهو الآن قادم من عالم إلى عالم آخر، فلازم أو جاز أو ندب إلى السلام، وما هو أقل من هذا الاعتبار. روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا كان الواحد منهم يمشي مع أخيه وحال بينهما شجرة أو شيء ثم تراجع من ذلك الأمر اليسير سلم أحدهما على صاحبه، لأن الفرقة وإن كانت يسيرة فقد انقطع استصحاب الحال وجاء أمر آخر، فينبغي أن يبدأ بالسلام لما فيه من الأجر والخير والبركة. فهؤلاء رضي الله عنهم كانوا يعرفون مقدار ما ندبوا إليه، وإن خواطرهم عاملة بذلك، ولو فعله اليوم أحد لكان ينكر عليه. في مصر يقول لك إيه، كتر السلام يقل المعرفة، مش كده برضو؟ يا أخي أنت سلمت مرة يا أخي يا قلب الدماغ، وأنت رايح جاي تقول السلام عليكم وأنا فضيلك بقى. دول الجهلة بقى. ولو فعله اليوم أحد لكان ينكر عليه، فإن لله وإنا إليه راجعون. على الغفلة التي قد توالت فيما يفيق سكران الغفلة، فما يفيق سكران الغفلة إلا وشمس القيامة قد بزغت، فأنى لنا بجبر ما ضاع من العمل. الوجه 12 فيه دليل على فضل الصحابة وعدم التصنع عندهم رضي الله عنهم، يؤخذ ذلك من قول والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. كان ممكن يتصنع بقى لما النبي قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، تصنع بقى يألف أي حاجة بقى، واخد بالك؟ لكن عمل بمقتضى علمه، برضه هو مقتضى علمه الصلاة كده، ما يعرفش كده ما يعرفوش يتصنع. جيل ما يعرفش يتصنع، جيل كده اللي في قلبه واضح عليه، جيل ما تكررش على فكرة هذا الجيل، لأنه تواضع ولم يكفيه الإخبار إلا حتى وكده باليمين. وقد قال العلماء هل والذي بعثك بالحق ما أكده باليمين، إنه ما عرفش أصلي إلا كده، أنا ما عرفش أتصنع، هي دي صلاتي قدامك وفي بيتي وقدام الناس والوحدي وكل حاجة، هي دي صلاة، ما عرفش أصلي إلا كده، أنا مش بتصنع، فهمت بقى؟ وأكد هذا باليمين. وقد قال العلماء لا يحرم طالب العلم إلا من وجهين، إما من الكبر أو من الحياء. يجي من الكبر يتصنع أنه عالم، يوم يسأل الشيخ، واخد بالك، كأنه بيختبره. في ناس كده تسأل الشيخ كأنه بيختبره، مش بيطلب العلم، لا ده بيختبر الشيخ. يجي يقول له إيه رأي فضيلتكم في التوسل بالأولياء الأموات، هو عارف رأي الجماعة ومقتنع بيه، هو مش عايز يفهم رأي آخر ولا وجهة نظر أخرى، وعايز يشوف الشيخ ده رأيه زيه فيحضر له، ولا رأيه مخالف لما هو يراه فيتجنب ويدعي عليه ويحذر الناس منه. ده جاي بقى بيختبر بقى، ده جاي بقى بيختبر، فهمت بقى؟ فده ما ينفعش، ده متكبر يضيع العلم، ده قفل على نفسه. واضح؟ أو الحياء داخل كده شكله إيه موسيمة ما شاء الله، لابس بدلة بقى وكربطة وعمة زي كده، وأحيانا بيبقى تحت العمة ما فيش شيخ ولا حاجة، تبقى فاضية يعني زي عمتي دي، واخد بالك؟ لكن على أي حال شكله إيه موسيمة، وبعدين خايف يسأل للناس تفتكر إنه جاهل، واخد بالك؟ ده كبر،
او خايف يسال لانه مستحي من الناس ان يقولوا عليه بقى انا الراجل بعد السن الكبير ده حسأل الشيخ هنا واقد الوضوء. تعالى ما يصحش ده بتاع الاطفال، هو يمكن ما يعرفش ان واقد الوضوء بس مكسوف مستحي، اصله كان في الحضانه زمان وهو صغير. الابله قالت لهم نواقض الوضوء قله الادب والصوت العالي بس عشان العيال قلبين دماغها، فهو كبر على ان الوضوء اللي ينقضه قله الادب والصوت العالي زي ما قولته قالته. فهمت ازاي؟ فخروج الريح ما ينقضش الوضوء، لان خروج الريح مش قله ادب ولا حاجه، البول والغائط مش قله ادب ولا حاجه، ما ينقضش الوضوء ويعيش على هذا الجهل. درجة احنا كان معانا هنا احمد صلاح شغال في شركة، المدير بتاعه بيحكي لي فوق 50 ما كانش يعرف ان مش عارف التبول اظن ولا خروج الريح ينقض الوضوء، هو فوق 50 من عمره مش قال لنا كده؟ كان يخش يتبول ويطلع يصلي الظهر وما يلاقوش عليه اثر الوضوء، فقالوا انت ما توضيتش؟ قال لهم ليه؟ هو ده ينقض الوضوء؟ حكاية غريبة. او ده اللي منعه انه يعرف وصول دينه ايه، اما الحياء انه يسأل او الكبر فيضيع العلم، واخد بالك؟ فما تستحيش. اما من الكبر او من الحياء فان الدين ليس فيه كبر ولا حياء، في قول الحق ما فيش حياء يعني في قول الحق، لكن الحياء ده كله من الدين خد بالك، لكن يقصد الحياء في قول الحق أو تعليم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. الوجه الثالث عشر والأخير فيه دليل لأهل الصوفة لأن فضيحة النفس بما فيها موت لها، وموتها هو حياتها، موت النفوس حياتها، من أحب أن يحيا يموت، موت نفسك تحيا، إنما صحي نفسك تموت. واضح؟ طب وفين موت النفس هنا؟ هل والذي بعثك بالحق نبيا؟ لا أعرف إلا هذا فعلمني. النفس مش عايزة تبان إنها جهلة، فهو راح قتل نفسه ذبحها قدام النبي بالجهل والاعتراف به. والنفس المتكبرة ما تحبش تعترف بالجهل، ولا تحب تعترف بالعكس، ولا تحب تعترف بعدم الفهم. فهمت ازاي؟ هو اول ما قتل نفسه النبي احيا، اذا دعاكم لما ايه يحييكم. فدي اشارة صوفية لطيفة، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما محضاك النصح فاتهمي. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك وجزاكم الله خير.